ما حكم الأكل من طبخ عاملة نصرانية؟ يجوز الأكل من طبخها وإن كان لا يشجع على أن يأتي الإنسان بعاملة إلا عاملة مسلمة. ما حكم غسل الملابس من عاملة نصرانية؟ يجوز أن تغسل العاملة النصرانية الملابس ولا تتنجس الملابس وإن كان لا يشجع على الإتيان بالعاملة غير المسلمة. إذا كانت المرأة متوضئة وصافحت امرأة نصرانية هل ينتقض وضوءها؟ الصحيح أنه لا ينتقض، لأن نجاسة النصرانية نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر والشرك والعياذ بالله، وليست نجاسة حسية، وقيل بغير ذلك، والله تعالى أعلم.